صباح الخير حبايب ديالي، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا ان شاء الله في الفيديو هذا، ان شاء الله غيكون واعر كما كتشوفوا. دابا باقي الصباح، حسيت باقا ما شرقص، واحد الجو كيحمق كيحمق، فيقتنا على النبوريه الصباح وانا مابقاش ولا فيك كنوض دابا الصباح والله الا كنت عرفتي حاقت الساعه بكري صافي كنقول نوض نوض نوض. المهم لهذا اليوم ماشي عندنا شي ضيف، هما عزازين وغاليين بزاف بزاف، باش يوصلوا عليك هذا 11 ولا 10 ما عرفتش يعني بالضبط فوقاش يعني في الصباح. المهم انا غنوجد الفطور ونشارك معكم الفطور اللي غنوجد واللي اللي خطيكم عليه احلى متتبعين صراحه، والله كما كتبغوني حتى انا كنبغيكم من القلب. وتحيه لكم كاملين، تحيه الناس داخل الوطن وخارج الوطن والدول العربيه كامله. المهم اي اللي كيتفرج فينا فين ما كنتو، تحياتنا لكم من القلب. يلا دابا نمشيو ان شاء الله غنبداو باش نربحوا الوقت وانتم شنو غنعدل. يلا بسم الله، كي صبحتوا بخير هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. وتحياتنا لكم كاملين اللي كيشاهدنا كامل داخل المغرب او خارج المغرب. الصباح في قتنا في 6 الصباح على النبوري حتى ما شرقت الشمس. نوض نوض نوض، طيب باش يشوف لي عندي نوض نوض بلي وصلوا مع 10 ولا 11 وانا نكون باقا نبقى ناعسه ما وجدت والو. عاد نبدا معاكم نعدل واحد البريوش اللي غيكون خفيف بحال هذوك، كنعدل الكميه بزاف. دابا نعدل غير ما ناكل باش ما نتعبش انا وما يديليش الوقت بزاف. المهم عندي هنايا الطحين، نعدل واحد الخميره ديال الحلوه، جبت البارح خميره ديال الخبز والله الا جبتي لي ديال الحلوى، باش انا قلت لك جيب لي ديال الخبز جبتي لي ديال الحلوى. عندي هنا واحد المعلقه ديال الخميره ديال الخبز، انا عدل جوج شاصيات ديال الفاني حيت شنو بغيتي يجوني منسمين، هذا البريوش ديالي يجيني منسم بالفاني. وانا عدل واحد دانون عاوتاني. المهم دابا انا جبت كلشي حدايا هنا حيت ما غنعدلش غير البريوش باش ما نبقاش نفتش، نخلط كلشي مع بعضو. عدل واحد طاسه ديال الدانون، عندي هنا السكر، هذا صراحة كنت عمرت ربيعة ديال السكر وبقى لي هنايا ما عمرش ديال السكر عدلته. الزيت، المعلقة ديال الكوفيت ولا ديال العسل، حقنا ديال الكوفيت باش تعطي المذاق ديال المشمش، يعني كن اي حاجة كنزيدوها الا فيها النكهة والا كتزيدنا النكهات. دابا غنعمل الماء، ما نعملش الحليب هادي، نعملها غير الماء وغنرجع التعجين. وفي الاخير من كتعجن لي غنعمل لها واحد جوج معالق ديال الزبده عاود. انا عملت هنا العجانه هنايا، انا مابقيتش كنعجن بيدي على العجانه صافي. دابا هنا عيب الزويات متعجنات، صافي كنحط لك الصوف. شنو تغطيها تما وتخليها؟ خليها ترتاح، خليها دابا تبدا تخمر ديك ساعتي عاد نشكلها. عملت هنا نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر وواحد دانونه وقربصه ديال الملحه وواحد الفاني، حتى ما كنخلطو حتى يذوب لي السكر. عاد نزيد واحد جوج بيضات، نعدل ميني بسبوسه، يعني بسبوسه صغيره يعني بلوط، واحد جوج بيضات، البيضات ما يكونوش عندكم في الثلاجه، انا البيض ما كنفهمش في الثلاجه. دابا غنزيد الحليب، انا عيني ميزان، قلت 8 كاس كبير ديال الحليب. اللي عنده العصير يعدلون العصير عن سقيده. واحد شويه الخميره سميده
ها كريم جاء هو الغندور. صباح الخير، صبحتوا لاباس عليكم مزيانين هانيين، اموركم هانيه، نتمنوا من الله كل شيء يكون لاباس عليه. كما شفتوا معايا اخوتي العزيز دابا صباح الجو الحمد لله شويه الضباب، نتمنوا من الله الصحه والسلامه والشفاء لاي واحد ويرحمنا. زعما كما شفتوا راه السبعه الصباح مازال بكري الدنيا خاويه، نقول رمضان طلعت انا البلاد السبيطار والبنات اللي خدامين في البنكة والناس اللي خدامين في الجامعه. دابا جيت لاختي وصال بسم الله الطحين باش تي الحلوى ها الخميره عرفتي انا صحتك اختي شكرا بزاف. انا والله الا صونت عليك على الله، قلت ما انا عرفت نجبرك في ساعة تبارك الله، قلت لي انا في السوق قلت واخا عندي العطله عاوتاني يبقاو لي الناس الجماعه والناس البنكة والناس السبيطار. تحياتي لكم المشاهدين وصحتك اخويا علي واختي وصال، واي حاجه احتاجتوني انا الاشاره اي ساعه الشغل ديالكم يسبق هو الاولي. والسلامه عليكم، الله يسهل الامور. الله يسهل عليك الله يحفظك، شكرا بزاف. الطوموبيل ديالو هي هنا فوق الدار. كيبقى جميله شويه دابا شويه وها بقى دعيه ياه والله الا اسمع وامشي عندي معاه ثاني ماشي طام معايا ما ونغسل معاه القشاواج هذه الساعه نجي ولا خسر شي حاجه. الله يحفظك العموم وسلم على الوالده سلم عليها مبلغ المهم جاتني ساعه نجيب لك شي شاطو صافي. الله يحفظك الله يحفظك العموم الله يعاونك مسكين الله صراحه زعما كان جابر. هانتوما دابا انا خدامه كنعمر في المولات ديالي، عملت واحد الشكل هذا مربع. شنو هادشي هذا دابا اللي كذا عمرونا؟ هادي الحلوى ولا شنو كتسميوها؟ هادي البسبوسه الحرشه بحال الحرشه سائله في الاخر غنسقيها في الريحه واعره. هانتوما ديك العبار اللي عدلت يلاه كيجيني هو هذاك ديال جوج بيطات مع هاد الليمون اللي عندي هنا، كنعدو جوج معلقات ولا معلقه ونص في الوحده. نشعل دابا الفران، دابا بغيت نربح الوقت، يعني الحاجه اللي كنعدلها هنا عاوتاني بحال دابا البريوج خدام كيخمر، انا خدامه كنعدل الحاجه اخرى. نجرب بنادم يربح الوقت و... دابا ندخلوها من الفران باش نقرب كلشي للوسط. مع الله صراحة على الفران كبير وسينية كبيرة نجمع فيها الطيب كل شيء مرة واحدة. صافي بسم الله الفران سخان. دابا عندنا قصلو بحال شكل ديال الكيكة، الفوقاني غنطفيه والسفلاني غنقاصلو صافي. شفتي الفوقاني ياك؟ اه شي طبعو على خاطر ما يتحرقوش. ودابا غنخلط واحد الكيكه ديال الشوكلاط عاوتاني. تقلها هرب منه ولا كاين شي حاجه تقلها انا؟ لا نهز كون هاني. اي والله يرضى عليك. ولا واش نهز التقل؟ هذا المول ديالي انا صراحه عندي شله مولات. بسم الله عاوتاني في نفس المول غنخلط. دابا هادو كازو ياك؟ اه دابا هادو كازو، هادو البسبوسه صغار كازو. دابا غنبدا في الكيكه. صافي سير على الله هاينا اللي فقط باش كيما دانون سكر. عاد شوفوا حيتاش ما عارفين الصراحه مي كيكون عاد صراحه الصباح ما جابت لك كاس الاول وكذا عبر عاد التصب حيتاش كرهت نغسل القشع الله الا كرهت خليها تجيب الكاس المسخون والسخون راه بحالو بحال دانون ياك بحال بحال والو العبر كيعطي العبر هو هذاك الصراحه العبر هو هذاك الصراحه فيا ما قيلناه. اللي دابا تما بحال نقولوا تما كاس ونص سكر صغير. اه كاس نص سكر صغير واحد دانون كيكه عاديه والفاني ونعمر عاوتاني نص كاس ديال الزيت عاود وغنخلط هذا الشيء هذا حتى يعني يذوب السكر. قريبصه ديال الملحه ديك الساعه كنبقاو نعدلو الطحين. صافي تخلط داكشي حتى يذوب كامل، داكشي اندمج مع بعضياتو ديك الساعه تخلط مع هاد الدقيق. ديك الساعه تي غنزيد البيض. الله على جو خاص
قسما بالله واحد الجو الا واعر يا ربي. الجو دابا الصباح بكري الجو مبرد بالحق ملي كتشرق الشمس كتشرق العافيه الله يستر. عرفت عندنا واحد الحراره في هذ اليومين هنا والله آه. تقولوا شهر 8 بصح ضعيله الحراره تبارك الله عرفتوا على حراره. نعدل 5 ديال البيطات شحال منو ما كنشوفهم كيعملوا كيكه بيضه واحده. واش دابا كيكه بيضه واحده كيكه الحليب ولا ما ولا ها والكيكه هي البيض كل ما كان فيها البيض زايد كتجي الكيكه واعره كتجي كتجي الكيكه غنيه بالبروتينات لان يعني البيض معروفين بروتينات بزاف ماشي من الكيكه قد الطبق فيها نص متر دايره وقيله بيضه واحده على كيكه بيضه واحده مكون بيضه واحده كتجي ديك الساعه دقيق وصافي عاد طحين صح كيكه كتجي عامره غاطحه ديك الساعه. نزيد عاوتاني كاس ديال الحليب عرفت حبيبتي اما انت هذا التمر صافي هذا ما عندك في الدار رفضحناش هو انا عبوها لي عرجل درويش حطها في هذه هنايا باش دير عرفونا المشاهدين هاك يلبس وهم اللي كان كوف المدينه يا كان انت كراسي مزيان وانت الله في راسي نرجع بوكو صم هنا يعبوها لي صافي دابا غنخلي حتى يطيبوا لي البسبوسات عاد نزيد الطحين والخميره الكيكه ديالنا واجده دابا هذا الكاكاو المور باش نهرس اللون في الطابله البسبوسات بويض البريوش بياض ايوا خصنا للوين سما باش يزوق الطابله الله يهديك هاد الجبل هذا اللي كتشوفو ها هو اللي بعيد هذاك هو غزاوة هذيك غزاوة حياتنا الناس غزاوة كاملين هالبسبوسات دابا يلاه خرجتهم من الفران جاو محمرين يا سلام صراحه جواعين واحد الريحه ودابا نعدل الخميره للكيكه ديالي طحين على حساب الخليط يعني معروف الكيكه يعني اي واحد كيعمل على حساب الخليط دابا انا خلطت قبيلتي بالطحين وما بغيتش نعمل لها الخميره قلت حتى قلت حتى كنا نحطها في المول غنحطها في المول يا باقي صدق بسم الله شوف كي دزات ما لا وعي اجي دابا نصفي الفوقاني عاوتاني عاد لا في الوسط هاك ذوق الله يلا واعره تحلوه ما جاتش حلوه بزاف الكيكه ديالنا تتحمرت من واعره تحمرت من فوق بلا ما نشعل الفوقان الله شمشم من الريحه طلعت جات مبودره تبارك الله طلعت والكيكه لما طلعت ماشي كيكه غنشوفوها ساعتين حيدة نرجع يا سلام واعره تبارك الله اصلا دابا عرجع حرقات سخون ندخلها خليها تما خليها هنا في الطاوه تن سخونه احسن ندخل كلشي لداخل باش نحط في الطباسه
مخصولين عندي هنا مخصولين يا سلام. يلا ملي كنت خمت الفرن غسلنا كل شيء بالسواني كلش تغسل. سلام عندها مع نعد الله لا ورق الزبده لا والو. دابا الزبده دابا انتي دابا عليك الزبده كنقبطوه كندوروه كنبقاو نلويو كنجيبو هذا مني هنا ونعقدو. اش كيجيو بحال شكل ديال التفيرات ملويين. المهم دابا الحبايب ديالي دابا انا خدامه باش ندريسي هذا ميني بسبوسه ولا ميني حريشات. والكيكه ديالي اللي عملتها في الطبسي ديالها الصراحه طلعت غزاله وواعره واعره زعما الصراحه جات واعره. بس نعمل لها غير دانيت وصافي. شي خطيوطات هذا ديال الشوكولات صافي. دابا خدامه كنجبد هادو كندور بالموس صالته عندك وكنجبد. صراحة خصني نحيدو ما باقيين سخونين. صباح الخير لالا مروة. صباح الخير حبيباتي. المهم انا كنت ناعسة بس كنخبل الكوزينة وماما هنا كتعمل الكيكات صغيورين. انتي هذه الحاشة الحلوة اللي قلتي يا ماما واش عملتي الحاشة الحلوة ستيتو؟ انا ندوق. ذوق انتي. واعرة. واعرة. يعطيك الصحة. لا تنسي. ايه ماشي. شيشة جات تبارك الله. ما كملتي الكوزينة. يلا سير انت. باغا الكوزينة ما كملاشي. يلا سير كمل يلا. غنسقيهم غير شوية وغير. باش كتسقيهم؟ بالعصير ديال التين. غير شوية وصافي ماشي بزاف. معلقة نقوز عليهم هيدا كاملين. خليتهم حتى يبردو بالعاني باش ما يتعجنوليشي. حيتاش إلا سقيتوهم باقيين سخونين يقدر يتعجنو لكم. غير من الوسط وصافي. عندي هنا واحد عندي هنا الكريمه هذه ماجيك. هذه ماشي الحلوه واش هذه اللي كده مال بيها الطرطه. نعدل شي حبات ديال الكرز دي يتزوق وصافي. ارى لي وحط بيصل اخر راه ليهين نحط فيه زيت. ارى هذيك الجوج من المهم الحبايب هانتوما انا دابا ساليت الدريساج ديالي ديال الكيكات ايوا دابا باقي البرج ديالي وخدام كيطيب يطيب ان شاء الله يا ربي وديك الساعه تنوريه معاكم. هانتوما عملت هنا واحد البيطه واحد شويه ديال المسكافي واحد نص معلقه ديال الخل قول معلقه صغيره ديال الخل باش يحيدنا ديك السفوريه ديال البيض. شوف تبارك الله خمرو. وهنا عملت واحد بحال شكل ديال الشهده صغيره عاوتاني
هي الدهنة ما نخليها شي. هانتوما كنعدل شويه ديال الجنجلان، عاوتاني كنجيبو الجنجلان اللي كحال كنحطو هنا. دابا غنقي الفطور، الضيف اختي ماجي. صح. اه انا غادي نشكر ماجي، وانت مرحبا به. اختي ما فرصة ما يتعاود، اختي معاكم يلاه جيت عندنا عاوتاني. صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين ديالنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. توحشناكم بزاف وانواعكم بزاف، وتحية لكم كبيرة من القلب من طنجة الكويرات، مغاربة كاملين فين ما كان. اه انت يا الله شنو بان لك هنايا؟ تبارك الله. شي واعر يا. والله إلا واعر. قول لي ضيف ماجي. نادى لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. قول لهم كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير لاباس عليكم؟ بخير مزيانين هانيين. قول لهم الحمد لله. الحمد لله. ردوا الفرن محل. اه يا اختي بارك هذه هنتا. اه يا جوارين جو، تبارك الله بحال خبزه. والله غير شي حاجه، قاعه واحده من داخل الفرن. واعر جاو من فوقين فاش فجين. لا شفنا وما جاوش يعني فيهم البضعه بزاف. انت ما جاوش البضعه مسترقاقين رقاقين. بسم الله. والله الا غير واعر. على اختي الكراب وجابو كاري. الله هذا الزين كيف جا. اه مري من تحت. واعر جا فيه. هذا واعر. شو سنت سنت. هذيك فاطمه هذه باش ما يعرقوش شي كي جا. واعرين ماشي حلوين، ماشي ما فيهمش ديك الحلاوه بزاف. جاوا معلكين حق الله الا واعرين. وي ولي بغيتو تفوتو من الطعام. المهم مرحبا بكم، كتشوفوا دابا انا وجد دابا الفطور ديالي ومقاد الباقي لي عز الزيتون والزيت. المهم هذاكشي اللي كندهنوا به. ايوا مسخن الحليب هادشي اللي كاين. حتى هو واجد كلشي، باقي خصني عين نزيد الحليب في المسكافي وداكشي عمر الطابله وصافي. الا بقينا شاركنا معكم الضياف ما كانوش يمكنش صراحه ما عندنا كلشي نطيحوا له الفيديو. خليني نوضح له ما وصل هذه النقطه، لان انتم عارفين هالنهار الاربعاء الا بقينا احنا سنيناهم حتى وصلوا ونصوروا عاوتاني معاهم نزيدوا يعني ديك الشيء في المونتاج ما غادركوش نسيبو لكم الفيديو هاد النهار. نتوما عارفين مع المونتاج خصنا ديك الساعه المونتاج مع الفيديو يدوز في اليوتيوب يقدر يوصل حتى الليل ولا ما غادركوش يعني نبقاو حتى الغداء. اذا حنا فكرنا قلنا نحط لكم دابا هذا الفيديو هذا والكماله ديالو غتكون غدا ان شاء الله. خطيكم عليا وكنحماق عليكم وبسلامه. السلام عليكم.